مين اللي بيحفظك؟ الشيخ. الشيخ اسمه ايه؟ غريب. الشيخ غريب. طيب ابن محمد عاوزك نسمع منك ايات من الذكر الحكيم اللي انت تعلمتها وحفظتها في المسجد، هتقرا لك من سوره ايه؟ سوره الانسان. فتح الله عليك. اتفضل يا محمد. ركعتين. دي الصلاة اسمها صلاة ايه؟ القصر. اسمها صلاة القصر. فتح الله عليك يا شيخ.